السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل لا أنشر لكم الفيديو التهديد المباشر، الآن تم الاعتداء علينا مباشر. ضاعوا عينكم جماعة التيار الصدري، ما سووا بينا، وبعد عندنا اثنين ما طلعوا بالتصوير. هاي على شنو؟ ليش قلنا لهم لا تحرقون صور الشهداء؟ يمن مطعم التركي بقى الاعتداء من يمهم جماعة التيار الصدري، وهذا الفيديو خلي يوصل للكل وحتى للقائد مالتهم. هيك يسوون بالمتظاهرين السلميين؟ الله اكبر عليكم، والله ما نرجع وما نروح من التحرير وباقين صامدين. وهذا الفيديو خلي تشوفه المحافظات كلها واهل الغيره كلهم. بقى سووا بينا، تم الاعتداء من البارحه لليوم، الاعتداء على المتظاهرين السلميين. وها اهضاء باعوا هاي مجازاتنا اللي 100 يوم باقين بالتحرير، هم يرحون ويجون يرحون ويجون، احنا اللي هنا بقينا بالقمع وبالكتل وبحرقان الخيم، احنا باقين وما رجعنا. هاي مجازاتنا، هيك يعاملوننا تيار الصدري؟